في اليوم 34 من بدء الغزو الروسي على أوكرانيا وبالتزامن مع استئناف المفاوضات بين وفدي كييف وموسكو في تركيا، قتلى وجرحى في غارة روسية تستهدف مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولايف. من جهتها كشفت وزارة الدفاع البريطانية انتشار مرتزقة من فاغنر شرقي أوكرانيا لمساندة القوات الروسية. بدورها قالت أوكرانيا إن القوات الروسية ترابط بشكل دفاعي قرب كييف، حيث قللت موسكو التركيز على عملياتها البرية. في هذه الأثناء قوات موالية لأوكرانيا تسمي نفسها كتيبة القرم الإسلامية تعلن استعادة قرية موتيجين. والآن أترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Один только отхуячил вроде.